أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الشخص محرما بحج أو عمرة، فهل يجوز له استخدام مزيل العرق؟ يقول أحسن الله إليكم: إذا كان الشخص محرما بحج أو عمرة، فهل يجوز له استخدام مزيل العرق؟ إذا لم يكن فيه طيب ما في مانع، ما في مانع يستعمل مزيل العرق، يستعمل الأدهان التي يحتاج إليها بشرط أن تخلو من رائحة الطيب. نعم.